انت ايه حكايتك بالظبط؟ من اول يوم شغل ليك وانت جاي متاخر؟ لم العده، وانا عايز اعرف انت كنت فين بالظبط. كنت بحرت. كنت ايه يا اخويا؟ بتحرت؟ بتحرت ايه؟ بحرت بني ادم. ايه؟ بتحرت بني ادم؟ ازاي يعني؟ شد معايا عشان نص جنيه بقى من الاجره. ردمته. ردمته؟ ردمته اه. ما احنا كنا راكبين في الكنبه اللي ورا. محدش من الركاب خد باله خالص؟ لا ازاي يعني؟ اكيد خدوا بالهم. وعملت ايه؟ ده اللي باقي. باقي من ايه بالظبط؟ انت قتلتهم؟ انا سحلتهم. ضربتهم؟ ذبحتهم. شربتهم؟ شتمتهم. وايه اللي حصل بعدها؟ شرختهم وحرقتهم. كلهم؟ لا نصهم. طب والنص التاني؟ واحد منهم بجح معايا عشان السكينه كانت تلمع. وعملت معاه ايه؟ ولا حاجه. حميتها تحت باطه. جابت دم؟ يا بيني وبينك كده زعزقت معايا في الاول، بس غرست بعدها زي الكاتوه. كمل كمل. وبعدين ايه اللي حصل؟ ثلاثة منهم حاولوا يهربوا ينزلوا، بس قمت عاقد رجليهم بحبل الرماية اللي بصطاد بيه. سحبتهم عليا كده ونشرتهم بالمنشار ووزعت العموم على الناس الغلابة. لا خير ما عملت، كنت هزعل لو هربوا منك. واحد زعالي عشان في طرطشة دم جت عليه. سكت له؟ اسكت له ازاي يعني؟ انا سلخته على نار ولاعة هادية. سخان صح؟ لا من عادية ام 2 جنيه. اهو ده الكلام، طمني يا راجل، الباقي بقى عملت معاهم ايه؟ سحبت الاكس ام 8 من جيب الشاكيتة واطلقت على اللي باقي منهم نيران الشفقة الاخيرة لحد ما صفيت عليهم الذخيرة. طب والسواق؟ سبته يخلع؟ لا مش للدرجة دي. اخدت منه النص جنيه قبل ما فيروس له الجهاز التنفسي وياخد خرطوشة بي ام شي 50، خلت اكبر قطعة منه عبارة عن اشلاء. حلو ده، كنت هتنزل من نظري على فكرة. كان نفسي تشوف نظرات جفن عينيهم وهي صايحة مع كرات الدم البيضاء وتحيط بها السوائل وخارج الخلية. منظر مبهج جدا. مرة تانية بقى، وهو ناخد صورة للذكر. كان نفسي تشم ريحة شياط الجثث بعد ما اختلطت بريحة جلد الكراسي اللي كانوا قاعدين عليها. ولا بقى منظر الإشعاع الحراري وهو خارج منهم كأنه جرافيك. يلا تتعوض في حاجة أكبر. وأنت كنت عايزني في إيه صحيح؟ خد دول. ايه دول؟ ده ابدا اول شهر همشي انا. خش رايح انت جوه عشان انت تعبت اهو النهارده. طب خد بالك من صوابع البواب وانت نازل، اوعى تدوس عليها.